في بودكاست الميادين نستضيف النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة سيد حسن فضل الله. المقاومة لم تستخدم إلا نسبة ضئيلة من إمكاناتها العسكرية. أين أنتم من الانتصار؟ معطياتنا من إخواننا في فصائل المقاومة، خصوصاً حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إن وضعهم متين. ماذا لو توسعت الحرب؟ الحزام الأمني أصبح داخل الكيان الإسرائيلي، وهو كان يحضر لضربة استباقية. نحن لسنا ذاهبين إلى حرب شاملة، لكن إذا فرضت علينا الحرب بالتأكيد سنخوض الحرب الشاملة. ماذا لو لم تفتح جبهة جنوب لبنان؟ تلحقني أمس سيدي إلى السيارة، تعطيني اسم ابنك، بدك تجيب لي إجازة من سماحة السيد أنه ابني يروح على الخطوط الأمامية. بودكاست الميادين يأتيكم الخميس الساعة 11 ليلا بتوقيت القدس الشريف.